شكرا السيد رئيس. سيد الوزير، عن مصير النظام الاساسي لموظفات وموظفي وزاره التربيه الوطنيه نسائلكم. شكرا سيد النائب محترم. سيد الوزير لكم الكلمه. انتم علائم بان هناك واحد حوار اجتماعي مع النقابات اللي هي اكثر تمثيليه، واللي هو يترجم في الحقيقه واحد الاراده اللي هي مشتركه لا النقابات ولا للاداره باش نوصلوا لنتائج ايجابيه. وفي هذا الاطار تم عقد واحد العدد ديال الاجتماعات على الصعيد اللجنه العليا او الصعيد التقني. لازم نذكر بان اولا بان هذا النظام الاساسي الجديد بغيناه يكون نظام موحد لجميع موظفي قطاع التربيه الوطنيه، اللي غتوفر لها كل الضمانات الكافيه باش يكون عندها لا الحقوق ولا الواجبات، وفيما يخص الاستفاده من كل الامور اللي هي متعلقه بالوظيفه العموميه فيما يخص هذا سميتو. حنا الحوار مازال مستمر بهدف الحسم. كاين هناك بعض النقاط اللي هي نقاط مازال خلافيه، وعبرت الحكومه والنقابات في الحقيقه باش نحاولوا نتجاوزوا هاد النقاط، والحوار مازال مستمر في هذا الاتجاه على اساس ان شاء الله نوصلوا لبعض النتائج عن قريب. وبغيت في هذه المناسبه نشكر كل النقابات على انخراطها في هذا الحوار، وشكرا. شكرا سيدي.